هل تخيلت يوما أن تصنع شمس جديدة وتكون هنا على سطح الأرض؟ ومكونات صناعة هذه الشمس هي إدماج نووي لمادتين فقط، الديوتيريوم الموجود بوفرة في البحار والتريتيوم الموجود في طبقات الغلاف الجوي العليا لكن بندرة. العلماء يعملون الآن على نوع جديد من المفاعلات النووية المتطورة يدعى المفاعل النووي الاندماجي، الذي يستطيع محاكاة طريقة عمل الشمس ذاتها واستغلالها مصدر طاقة متجددا لا نهائيا، قادرا على تشغيل مدن كاملة دون إنتاج أي مخلفات أو ملوثات بيئية. ولكن كيف سيحدث ذلك؟ وهل يكتب هذا الإنجاز العلمي نهاية للحروب والنزاعات على مصادر الطاقة والنفط إلى الأبد؟ دعنا نحكي الأمر من البداية. تنقسم طرائق عمل المفاعلات النووية إلى اثنتين. الطريقة الأولى هي التقليدية التي تعتمد على الانشطار النووي، والتي تستعملها جميع المفاعلات النووية التجارية في العالم حالياً. أما الطريقة الثانية فتستعمل ما يدعى الاندماج النووي. والاندماج النووي هو نفس العملية التي تحدث في قلب الشمس وتدفعها إلى إنتاج طاقتها وحرارتها الهائلتين، إذ يدفع الضغط الشديد الناتج عن الجاذبية النجمية ذرات الهيدروجين الموجود بمركز الشمس إلى الاندماج معاً، مما ينتج عنه ذرات جديدة من غاز الهيليوم، وينبعث معها قدر هائل من الطاقة لا يمكن استيعابه. هذا القدر الهائل من الطاقة هو الذي ينبعث من الشمس في صورة الحرارة والنور ليضيء كوكب الأرض بأكمله ويحفظ الحياة على سطحه. الشكل الأكثر كفاءة لتفاعل الاندماج النووي يدعى DT، وهو اختصار لاسم العنصرين المذكورين سابقاً، وهما من النظائر الطبيعية للهيدروجين، وتعد ذراتهما الأكفأ والأقدر على إنتاج ذلك الاندماج. ما يفعله المفاعل النووي الاندماجي تحديداً هو إدماج ذرات التريتيوم والديوتيريوم معاً في مركزه بداخل بلازما من نوع معين، تحت تأثير قدر هائل من الضغط والحرارة التي تصل إلى 120 مليون درجة مئوية لإنتاج الطاقة. وإذا لم تكن استوعبت الرقم، فدعني أخبرك بأن هذه الحرارة أكبر بعشرات الأضعاف من حرارة مركز الشمس نفسها، التي تصل في أقصى التقديرات إلى نحو 15 مليون درجة مئوية فقط. ونتيجة مباشرة لذلك التفاعل الفريد من نوعه، ينتج قدر هائل من الطاقة النظيفة والمتجددة، أشبه بشمس صناعية على سطح كوكبنا. وهذه الطاقة لا ينتج معها إشعاعات ضارة، ولا يتخلف منها نفايات نووية أو أي تلوث على الإطلاق، بمعنى أنها صديقة للبيئة بالكامل. العلماء اختبروا عديداً من هذه المفاعلات على مر السنين. كان منها مفاعل توري سوبرا الفرنسي، توري سوبرا توكاماك، الذي استطاع تحقيق رقم قياسي عام 2003 بوصوله إلى تفاعل اندماجي استمر لنحو 6 دقائق ونصف، وكان الإثبات الأول لنجاح هذا المشروع. لهذا الهدف بدأت دول العالم الكبرى تعاوناً رسمياً يدعى ITER عام 2010، يهدف إلى إنشاء أهم وأكبر مفاعل نووي في التاريخ في منطقة كادراش جنوبي فرنسا. عدد الدول المشاركة في هذا التحالف تجاوز 35، أبرزها أمريكا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه. وبمرور الزمن وصل عديد من هذه الدول الأعضاء إلى إنجازات علمية وتقنية مذهلة في مجال إنتاج الطاقة النووية الاندماجية. على سبيل المثال، استطاع مفاعل كي ستار بكوريا الجنوبية عام 2016 إنتاج تفاعل وصلت حرارته إلى 50 مليون درجة مئوية، استمر لنحو 70 ثانية، وزاد رقمه القياسي عام 2020 إلى ما يفوق 100 مليون درجة مئوية لمدة 20 ثانية. وفي الصين تمكن مفاعل إيست الاندماجي عام 2021 من إنتاج تفاعل بلغت حرارته أكثر من 120 مليون درجة مئوية، والحفاظ عليه مستمراً
لمدة 100 ثانية وثانية. ولكن على مر الزمن كانت المعضلة التي تواجه العلماء دائماً هي عدم استطاعتهم جعل المفاعل ينتج قدراً من الطاقة أكبر من الداخل في تشغيله حتى يمكن استعماله تجارياً بفعالية. فالمفاعلات بمختلف أنواعها كانت دائماً تستهلك طاقة كبيرة جداً في التشغيل وتنتج في مقابل ذلك قدراً بسيطاً وغير كاف من الطاقة. من هنا جاء الإنجاز الأكبر في مجال إنتاج الطاقة النووية الاندماجية الذي حدث يوم 6 أغسطس 2023 حينما أعلن علماء مختبر لورنس ليفرمور الوطني في أمريكا توصلهم إلى اشتعال نووي أنتج قدراً من الطاقة وصل إلى 3.15 جول باستعمال مقدار أقل من الطاقة يبلغ 2.5% من الجول فقط. هذا يعني أن التفاعل استطاع أن ينتج قدراً من الطاقة أكبر من المستخدم فيه وهو المطلوب لتستعمل هذه المفاعلات تجارياً في المستقبل. علماء الطاقة النووية يعتبرون هذا الإنجاز نقطة تحول في مسار الطاقة النظيفة وأنه حين تطور تلك التكنولوجيا للاستعمال التجاري خلال السنين القادمة سينتهي معها عصر الاعتماد على الوقود الأحفوري تماماً. هذا بدوره قد يعني وضع نهاية لتاريخ الحروب والصراعات على تأمين مصادر الطاقة من النفط والوقود الأحفوري، إضافة إلى الفائدة العظيمة على البيئة فاستعمال مصدر طاقة متجدد ونظيف لا ينتج أي انبعاثات كربونية. دوما على مر التاريخ كان الإنسان القديم يتطلع إلى الشمس باعتبارها رمزا مقدسا لا تصلح الحياة على سطح الأرض من دونه. واليوم بعد آلاف السنين من تطور الحضارة الإنسانية صار البشر لأول مرة قادرين على صناعة شمس أخرى مثلها تهب لهم طاقة نظيفة لا تنضب. فكيف يمكن أن يتغير شكل المجتمع البشري نتيجة لهذا الإنجاز العلمي المذهل في السنوات المقبلة؟